Bonsoir à toutes et à tous. Azulf Lawenet Maïsma, quand on se met au chef Moula dans un mariage, Yelouisa, Yelouisa Tregek, Jette Beda. Cette chanson a été chantée par plusieurs artistes. Donc, pour cette fin de soirée, je vais vous parler de la décision du Mahkama Doulia, la Cour internationale. في الاجتماع نتاعها طلبا من كيفاش اسمها من افريك دو سود بور دينونسي على حسبهم هما الشيء اللي صرا في غزه فوالا دونك الجزائر كما قال واحد مادامها هي نوسوم دي مامبر كما قال واحد نون بيرمانون في واش يقولوا في مجلس الامن راحين يبشروا العمل تاعهم كما قال واحد وكان فيها تبشر البعثه الجزائريه بنيويورك مشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الامن بخصوص قرار محكمه العدل الدوليه حول الاباده الجماعيه التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزه وحسب ما نقلته نقل التلفزيون العمومي فان البعثه الجزائريه باشرت المشاورات مباشره بعد تلقيها لتعليمات من قبل رئيس الجمهوريه انا على حسب ما نشوف باللي مازالوا هادو المسؤولين نتاعنا ربي يهديهم مشيو تبون والناس اللي تسير في الجزائر ما فهموا فيها والو اسمحوا لي والله نو غيان كومبري والله نانكو غيان كومبري ان نو غيان كومبري بوركوا باسكو الشيء اللي صرا هذا في لاكور انترناسيونال ولا الشيء اللي صرا منا سو ني كو دو تياتر هذاك واش هو سينما باش ما نقولوش تياتر نقولوا سينما كيفاه يا حمى ليكم فهموني حاجه برك الناس هذو كيفاه ما يفهموا السياسه معليش اسيدي لاكور انترناسيونال هذه نقولوا اسيدي راهم حكموا بالاعدام على هالمسؤولين تاع كيفاش هم تاع اسرائيل شكون هي الهيئه هذه الدوليه اللي قادره تروح لاسرائيل وتجيب الناس هذو وتديهم باش يحكموا عليهم بالاعدام شكون هما شكون كيديروا المجلس الامن هذه ويقول لك
الرئيس نتاعنا راهو طلب من كيف اسمه من البعثه نتاع الجزائر باش دير المشاورات ويحضروا مجلس الامن. هاي نزيد لكم انا حاجه، مجلس الامن يزيد يكونداني اسرائيل ويحكم عليهم بالاعدام كل كيما راهم. اه ومن بعد بكرواي انتوما باللي غدوا الصباح رايحين يروحوا يجيبوا هذو المسؤولين نتاع اسرائيل ويديهم يعدموهم ولا يديهم يلحقوهم في الحبس. مي والله غير ربي يهديكم برك، والله غير المسؤولين نتاعنا هذو ربي يهديهم. ما على بالهمش باللي كاين لو دغوا دو فيتو، ولا ما على بالهمش يا غدوا تهز فرنسا تهز الامريكان تهز الانجليز يهز واحد يروح كلش في الريح، يروح كلش في الريح. وعلاش راكم علاه؟ انا ما فهمتش انا علاه راهم يتعبوا في روحهم ويروحوا في العيد بوريندو. الجزائر تقتل في روعه وهيا واجتماع ولا كور وما نعرف واش. يا ولدي راهو الريح في الشباك، يا والريح في الشباك يا ولو كان. شوفوا لكم هذه كاينه حاجه، شوفوا العكس، العكس لو كان اسرائيل تحب دير حاجه ما تسناش لاكور، ما تسناش لاكور وما تسناش حتى اجتماع نتاع مجلس الامن يديروها وحدهم. وهم يديروا فيها، هم يديروا فيها، هم حكموا على جماعه حماس بالاعدام، هم يقتلوا فيهم في كل بلاصه. وين هي لاكور هذه؟ وين هي لاكور؟ وين هم لونيو؟ وين هم هذا كيف اسمه الجامعه العربيه؟ وين هي الجامعه؟ ينجموا يتكلموا. والله اللي يتكلم غير هو بعد يعطي واحد. كيفاش اليوم احنا فرحانين ولاكور يبدي ما على بالكمش باللي هذا كل راه هو راديو سينما سيديو تياتر يديروا فيه. اليوم شكون هو مجلس الامن؟ مجلس الامن هي اسرائيل، مجلس الامن هي الامم كيف اسمها ليزيتازوني دامريك. مجلس الامن هما الناس لي بويسونس، الناس اللي عندهم لي بويسونس، اللي موش بويسونس كل غير يقاري ادروات، غير يقاري ادروات. ما كان لا يقلق روحه اللي راكم تربحوا في العيب بولين دي تو وحنا ونديروا واياجو. ايا بوك واي انتم دوكا باللي الجزائر دوكا كي دير ما مش حنا نديروا الفيتو لي ستاجوني دامريك بوك واي سا. هاني نعطيها لكم اليوم انا قبل ما يديروا اجتماع قول منا لكم بلي راح نديروا الفيتو 200,000%. راح نديروا يهزوا يديهم باش يبطلوا هذا كيف اسمه هذا الشيء راح يقروه في مجلس الامن. راح يبطلوه سوا فرنسا سوا كيف اسمه وحده من لي بويسونس. على كل حال يتفاهموا كل خطه يتفاهموها مع بعضهم. ساعه يهز فرنسا، ساعه يهز الامريكان، ساعه يهز الانجليز. في لمن خلاص اللي يديروا حق البيتو في لمن يسمى كلش راح في الريح، كلش راح في الريح. انا لو كنت جيت من المسؤولين تاعنا قلناها ونعاودوا، يا ناس يا ناس حرام عليكم. بريمارمون منوا رواحكم انتوما، هي الاولى منوا رواحكم انتوما، ما توصلوش رواحكم انتوما تصرالكم كي القذافي ولا تصرالكم كي هذا صدام حسين. هذه وحده. ثانيه ارفقوا في الشعب نتاعكم، ارفقوا في الشعب نتاعكم باسكو غدوه الصباح يشريو هنا رايحين يمساكريونا، رايحين يمساكريونا. والله لا على بالهم لا بمجلس الامن لا بالاتحاد الافريقي لا بعدم الانحياز، والله لا على بالهم بشر. انا نقول لكم قوه الا قوه ربي، قوه ربي هي الاولى، والقوه نتاع اسرائيل والامريكان وفرنسا وهاليوبي وكسيدونتو هذوك هما القوه. حنا ما عندناش قوه، انا ريان. حنا كيفاش حبيتوا حنا نجمو نهضروا مع الناس كيما هذو؟ كيفاش ما شفتوا نتوما قط يتقابل مع صيد يرحم والديكم؟ كيفاش ما شفتوا نتوما ان فو عجل يتقابل مع صيد ولا يتقابل مع ريسينيروس ولا يتقابل مع على باليش انا؟ ما يقدرش، ما يقدرش، سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. دونك علاه راكم تربحوا في العيد برك؟ وعلاش راكم تهرجوا في رواحكم؟ وراكم تتمسخروا بالشعب، قاعدين تتمسخروا بالشعب. واو صاي ولاكور وحكمت ودارت ومنا، يا ولدي راهو الريح في الشباك، يا والريح في الشباك. هذا كل تمسخير ما كاين والو. ولا قال أي سيدي الجزائر تطلب باش نعاودو نديرو إعادة الهيكلة نتاع الأمم المتحدة. مي سافابا، مي سافابا. راح يقبلك هو غدوة الصباح ينحيلك الفيتو، ولا يعطيك نتا ليك نتا الفيتو. واش من فيتو يعطيك؟ ما يعطيكش خلاص، ما يعطيكش خلاص، باسكو نتا ماكش بويسونس نتايا، نتا ما عندك والو. نتا راك بالنسبة ليهم هما نتا يحسبوك سكوت، أو ما يحسبوكش كاين دولة، نتا يحسبوك سكوت. وصح واحد يسكوت، واش عنديرو؟ واش نقدروا نديروا حنا؟ هما يقدروا يديروا لنا وي، مي حنا ما نقدروا نديروا والو. حنا غير كي نجيبوا كيما خطرا قال لهم مشيت تبون، انا دوك نطلع الجزائر القمر، الجزائريين القمر. يا مشيت تبون ما طلعناش القمر يرحم والديك.
جيب لنا العدس وجيب لنا اللوبيا وجيب لنا الماكله برك يرحم والديك. هذا ما كان كدير كيما هكا راك رايس راك رايس تجبد الماء راك رايس مليح. ما طلعنا خويا الاخمر ما تدينا حتى البلاصه. حنا نطلبوا منك تسكن الشعب توكل الشعب تخليهم يعيشوا ترونكيل وما ديرلناش الحروب يا خويا مع الناس. ما نجموش حنا رواحنا ديجا هكا رانا كيما قال واحد بلا شي حرب ورانا في حاله. رانا بلا شي حرب ورانا نشفوا على رواحنا. دونك خلي الشعب مسكين يعيش على روحه. فهمت الانسان يا خويا اللي نجم ولا حاجه يروح اسيدي هاي ليكم البحر احكموا البحر وروحوا ضربوا الناس. الى جبتوا تضربوا الناس ما تقدروا تضربوا حتى واحد. ما نجمو نديرو حتى حاجه. حنا رانا ما عندنا والو بالنسبه لزاميريكا وبالنسبه لاسرائيل وبالنسبه لبريبي هادو دي بويسونس تاع لو موند. حنا رانا ما نسواوش ما عندنا والو. هما ينجمو يشريو هذا يديرونا مشكل كيما داروا العراق مشكل كيما داروا ليبيا مشكل كيما داروا سوريا مشكل. يقدروا يديرونا حتى حنا مشكل غدا الصباح. وثاني ما ينفع فيها لا الامم المتحده ما تنفع فيها لا لاكور انترناسيونال. هما يكون عينهم هما يكون عينهم اليوم الليله هذه بعد الليله يروحوا يجيبوا الرئيس اللي يحبوه هما ويديوه ديريكت لاكور ويقول لهم اجتمعوا عليه. مي حنا ما نقدروش حنا ما نقدروش حنا واش كيفاش نجمو نديرو حنا؟ هاني قلت لكم عرفت لكم مثال ايماجينو لاكور دوكا انترناسيونال حكمت على هذا نتاع الرئيس تاع اسرائيل حكمت عليه بعام حبس برك عام حبس. بكروي نتوما بلي تقدروا تروحوا تجيبوه نتوما رئيس تاع اسرائيل تديوه تحكموا تروحوا تطلعوه بالحبس تقدروا. هاي سي نابورت كوا يرحم والديكم سي نابورت كوا. ما كاين والو هذا الريح في الشباك. انا قلت لكم هذا الشيء هذا راه يبقى غير الجزائر اللي تمن به حتى الدول الاخرين من مصر والاخرين وعلى بالهم بلي راهو الريح في الشباك. ما كاين والو. عندك قطر راهو يلعب على منو من والسعوديه راهم هز درابو من هز درابو من وعلى بالهم بلي ما كاين والو او على بالهم بلي ما كان حتى حاجه. فوالا الناس اللي يكتبوا لي على هذا المجلس تاع الامن هذا والقرار هذا اللي باش زعما داروا لاكور انترناسيونال تاع هاي. انا بور موا سي دو بلوف ما كاين والو. راهو اي سونت اون تران دو فار دو تياتر سي دو سينما وخلاص. نقول لكم تصبحوا على خير. بونسواغي ا توتي ا توس يا دوما ان شاء الله.